فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومشى ولم يركب، يقول: من ركب السيارة لحاجة، فهل يكون هذا ملغيا للأجر الذي يترتب على هذا الحديث؟ لحاجة، مش الحاجة، إذا كان ما يقدر يمشي أو يتعب مع المشي هذا معذور له إن شاء الله الأجر، أجر المشي. ما إذا كان إنه معافي الله ويقدر على المشي ما يحصل أجر المشي. نعم.